ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. انا والله ما ادري وين اخوي. ثواني ثواني نادين، ان شاء الله نادين، ان شاء الله. لا هلا والله اخوي، شنو هذا؟ ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو هلا والله يا شباب. انتوا ما تدرون اني حلقت صلعه، لاني ابغى هذه الحلاقه وما حد يفرض علي شيء، لاني والله ما انا عارف ايش اقول. النهارده جايين نتكلم عن موضوع استفزني جدا. الموضوع ده واحد يعني لاعب كرة قدم عادي بيلعب كورة في فريق اسمه توتنهام. طبعا فريق معروف وكده زي ليفربول، حاجات كده عالية. المهم اللي اللاعب ده كل ما بيجي يجيب جون بيعمل حركة معينة، معرفش حركة كده بيعملوها ازاي، معرفش كده ولا ما عارف كده. بص هو عامة كان بيمسح حماسه. اوه صح، ممكن يكون كان بيمسح حماسه، يعني كان هيعمل كده فايه لقى في هنا عماص. تمام. فاكس. هي حركه غريبه جدا صراحه، اول ما شفتها لقيت كل الناس قاعده بتعلمها. ايه الخره ده بقى في فيديوهات تعليميه للحركه الخره دي؟ ده واحد لسه صاحي من النوم عادي ممكن يمسح حماسه يعمل كده. طب احنا هنجربها لكم. إيه يعني؟ هنجربها لكم لايف في الفيديو. تمام. هو باين قال يعمل كده، انا شفت كذا فيديو بيقول يعمل كده. تمام ولا ايه؟ اه كده اتقل بس كده. لا قربت. لا كده اتقل اهي. والله هي امسك يا استاذ صبري يا جماعه اهو. يا ناس زي ما انتم شايفين انا بحاول اعملها، ويعني انا نفسي يعني اعملها، ويا ريت حد يساعدني يا جماعه عشان نفسي قوي اعمل الحركه دي من زمان. بلاقي انا بقيت امشي في الشارع بلاقي ان انا كل اصحابي قاعدين بيعملوا الحركه دي، وانا عايز بحاول اعملها واجي اتعلم الحركه من اليوتيوب. بحاول بحلم بيها صبح وليل، نفسي اعمل الحركه دي. طبعا الفيديو ده ما كناش هنعمله، بس قلنا نطلع، يعني نطلع عايزين نعمل اي فيديو. بقالنا فترة قبل العيد كده ما عملناش فيديو خالص، قبل العيد ما بنعملش فيديو خالص، والفترة الجاية يبقى في فيديوهات زي ما كنا متواصلين. طبعا ده فيديو قليل جدا، ولو عايز تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت خش شوف الفلوجات، خش شوف فيديوهات الكوميديا، خش شوف التحديات، ان شاء الله تعجبك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. لو انت جديد ادخل انزل عاش. لو انت جديد واول مره تشوف الفيديو ده اعمل سبسكرايب للقناه، واعمل لايك للفيديو ده، واعمل شير للفيديو ده لو عجبك، او ضحكت في اي ضحكه او عيطت او اي حاجه يعني، او يعني يا جماعه في الاخر، يعني في اخر الفيديو قبل ما ننهي الفيديو يا جماعه، لو اي حد عجبه اللهجه اللي انا قلتها في بدايه الفيديو يا ريت يقول لي عشان نكررها في فيديوهات كمان، وانا هحاول اني لكم الفيديو باللهجه دي. يلا وشكرا يا شباب على المشاهده، واتمنى ان الفيديو يعجبكم اخواتي، ولا تنسوا اللايك، اهم حاجه زر اللايك، وتفعل زرار الجرس. بس كده الفيديو خلص. كان معكم بفيديو. سلام.